الرجاء البيضاوي ينتزع العلامة الكاملة في لقائه أمام المغرب الفاسي في قمة الجولة 25. بداية اللقاء شهدت محاولات عديدة من كلا الطرفين. فريق المغرب الفاسي يهدد مرمى خالد العسكري عن طريق مهاجمه سمير مالكويت. الرجاء يرد بالمثل في محاولة لإرباك دفاع المغرب الفاسي. الشوط الثاني سيحمل هدف السبق للمغرب الفاسي وبالتحديد خلال الدقيقة 49. والموقع اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي سمير مالكويت. هدف دفع الرجاء إلى مضاعفة الجهود. 8 دقائق بعد ذلك سيعدل حمزة برزوق للرجاء بعد بناء هجومي منسق من كوشام والصالحي لم يترك حظا للحارس أنس زنيتي. الدقيقة 70 ستغير نتيجة التعادل الإيجابي. فريق الرجاء يحصل على ضربة جزاء. قرار أثار حفيظة لاعبي فريق المغرب الفاسي الذين سيكملون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب الزكرومي. في المقابل الرجاء يضيف هدفه الثاني، هدف حمل بصمة ياسين الصالحي. قابلة الحمد لله يعني حقنا فيها الأهم، ربحنا 3 نقاط. كنتمناو الفريق المغرب الفاسي مسيرة موفقة ونتمنى من الله أننا نمشيو على نفس المسار باش أننا نحققوا الأهم ونديو البطولة إن شاء الله. انتصار الرجاء الثاني على التوالي والسادس عشر هذا الموسم عزز مركزه في الصدارة ب 55 نقطة وبفارق 8